السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من ويتكو تريننج سنتر، اللي بنتكلم فيها عن أساسيات الكلاك كنترول فالف. وكنا تناولنا بعض الأساسيات دي في الفيديوهات السابقة اللي ممكن تراجعوها معانا على اليوتيوب الخاصة بويتكو أو موقع التواصل الاجتماعي لويتكو. وكنا اتكلمنا فيها عن الفرق بين السوفنر والفلتر، وايه هو الكنترول فالف ميتر وتايمر، وامتى يبقى نسمي كنترول فالف توب ماونت او سايد ماونت، وامتى نستخدم النو هارد ووتر باي باس. النهاردة هنتكلم عن امتى نستخدم الكنترول فالف سينجل او اكتر. سينجل يعني سيمبل، او بنقول عليه راس واحدة فيزل واحدة، ملتيبل او اكتر من واحد بنسميه متعدد الكنترول فالف. في الحقيقة في القديم اللي احنا عارفينه السيمبل بيبقى راس واحدة زي ما احنا شايفينه وفيزل واحد، الدوبلكس بيبقى عبارة عن اتنين راس وبينهم موتورايزد الترنيتنج فالف. بعد كده جاء كلاك عملت حاجة جديدة اسمها التوين، وهي راس واحدة بس بتشغل الاتنين فيزل، وفي الحقيقة بيبقى واحد دايما ستاند باي للتاني. واللي بيفرقه بينه وبين الدوبلكس ان الدوبلكس بيبقى عبارة عن اتنين راس وليست راس واحدة، وبينهم الموتورايزد الترنيتنج فالف. ممكن احنا في الكنترول فالف من اول الواحد بوصة لغاية الاتنين بوصة ممكن نستخدم البايبنج في عملية ان احنا نجمع كذا كنترول مع بعضه بان واحد انلت واحد واوتلت واحد عشان نزود الفلو ريت بتاع المنتج. بس في الحقيقة ده بيبقى كل واحد شغال منفصل بعيد عن الاخر. انما كلاك في الحقيقة عندها اوبشنز انها تشغل اربعة كنترول فالف في وقت واحد باستخدام سيستم بورد. بس الحقيقة الموضوع ده مش موجود غير في جهازين بس، اللي هو WS2H والWS3. نحتاج في الحالة ديت ان احنا عارفين اي كنترول فالف بيبقى موجود معاه بورد لوحدها خاصة بيه، ومكانها في التجويف بتاعها زي ما احنا شايفين، وجنبها تجويف فاضي. التجويف الفاضي ده اللي احنا ممكن نستخدمه للسيستم بورد، بنعمل لها كونكشن للبورد الاصلية زي ما هو موجود دلوقتي. الجزء اللي موجود ده بنسميه السيستم بورد، سواء في المنظر اللي فوق او المنظر اللي تحت. وفي الحالة ديت هيبقى راس واحدة تقدر تتحكم في ثلاثة معها. اصبح ان انا عندي سيستم باربعة كنترول فالف ممكن نتحكم فيهم باستخدام السيستم بورد. في يا اما نستخدمه بحاجة اسمها بروجريسيف فلو، او حاجة اسمها الترناتيف او الترناتور. الفرق بينهم البروجريسيف فلو بيبقى كله في وقت واحد اونلاين، وده طبعا بنلجأ ليه عشان عايزين فلو ريت للمنتج عالي، وبيتحكم السيستم بورد في هذا الوضع ان بمدخلاتنا في البرمجة نقدر نوصل لان ما يبقاش فيه اي واحدة من الفيزلات التانية او من الكنترول فالف الباقية ستاند باي، نتحكم فيها ان بقى كلها اونلاين، باش واحد ما فيش غير واحد بالكتير خالص هو اللي في التنشيط. او ممكن ان احنا نخلي واحد بس ستاند باي والباقي في الخدمة. نتمنى النهاردة ان احنا نكون فدناكم بان في حاجة جديدة عندنا
ممكن ما تكونش عندكم فكرة عنها، ان كلاك موفرة سيستم بورد ان انت تشغل عندك اربعة لغاية اربعة، يعني ممكن اشتغل اتنين تلاتة اربعة كنترول فالف في وقت واحد بنظام البروجريسيف فلو او الالترناتور. ونتمنى ان احنا نكون النهاردة استفدنا حاجة جديدة في حلقتنا، وان شاء الله نبقى معاكم دايما على تواصل من خلال الفيسبوك ومن خلال الهوت لاين واليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.